أخبار البيتكوين والعملات الرقمية من قناة البيتكوين بالعربي. إن لم تكن مشتركاً بالقناة فاضغط على زر الاشتراك الآن، ولا تنسى تفعيل الجرس لكي لا يفوتك أي جديد. المدير التنفيذي لباينانس تشانغ بينغ تاو يدافع عن موقع كوين ماركت كاب لضم زعيم تلاعبهم بسوق العملات الرقمية. أضافت منصة DX.Exchange الموجودة في إستونيا صناديق توكن ETF للتداول. أضافت شركة فولتيل محفظة تعمل كشريحة يتم إدخالها بالهواتف الذكية كشريحة الاتصالات. IBM تصدر أداة اختبار الأمن لمستخدمي بلوكتشين. وننتقل الآن إلى أخبار العملات الرقمية من قناة البيتكوين بالعربي. قامت منصة هوبي OTC بإضافة التداول بعملة XRP. أطلقت عملة إنجن البلوكتشين SDK الخاص بها لكي يستخدم من قبل موقع يونيتي الخاص بالألعاب الرقمية. وإليكم الآن النشرة اليومية للعملات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً حتى الساعة بتوقيت المملكة العربية السعودية. كان هذا كل شيء حتى الساعة. ابقوا معنا على قناة البيتكوين بالعربي لمزيد من الأخبار ومزيد من الفيديوهات التعليمية المجانية.